منين؟ من برا منطقة الجزاء. وكابوريا كان قدامه أكتر من اختيار إنه يكمل بالكرة ويروح، لكن لمح بطرف عينه كده سعد سمير جاي له، كان قدامه اختيار آخر إنه يلعبها لوب، لأن شريف إكرامي كان متقدم، لكن قرر إنه يضع في الكرة قوته، وضع فيها بالفعل قوته في الزاوية اليسرى لمرمى شريف.